كيف الحال؟ الحمد لله، ايش حالك؟ تمام والله الحمد لله، شلونك؟ الحمد لله، ايش الاخبار؟ اول شيء واضح انك جديده في البرنامج، وقلنا نبي نلعب معك تحدي لطيف يعني ومره جميل، ومنها يعني نضحك ومنها نتعرف على بعض. من وين؟ من العين. عين ولا لا امزح، كوميديا يعني، تونا بادين يعني، تونا نتعرف على بعض. انا لا من ال من الـ من السعوديه قحطاني. لا تعرف المعروف لا يعرف يا سعود. الله يخليك، انت من الامارات؟ هي ونعم والله الامارات، والله صدقين ما قد شفت احد من الامارات الا مؤدب ومحترم. الف مره مرحبا بك والله مليون مرحبا بك على فضلك. يعني ما يمدينا نكذب ونقول احنا دكاترة وكذا، ولا نخش بس التحدي؟ لا لا عمك ما ادري ايش يعني، ابي اكذب بس يا ايش بيك تحس. اوكي ندخل تحدي، نبي جلد وجديد من حكم. تمام اوكي انا ارسل ولا انت بترسلين؟ انا برسل. تبين تحدي رباعي؟ كيفك والله عادي ما عندي مشكلة. يعني تبون تحدي رباعي ولا تبون تحدي ثنائي؟ كيفكم والله اللي تبونه. اصبري. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش خويا؟ حبيبي كريم، جيب معك شخص مستوى لاني انا راح ادمرك انا وصديقتي هذه اللي من العين. وانا بقول لك شيء، اقول لك شيء رد اعتبار. والله يا اخي يعني من الحين ادري انك انا والله العظيم مني انا والله اني انا والله يا اخي ان شاء الله جولتك خليها لبكره ان شاء الله. يا حبيبي ايش جولتك بكره؟ خلاص مستنزف انا والله، خلاص انتهى انتهى كل شيء عندي. والله قاعد احكي سوالف للناس. يسعود انا عامل برنامج. خلاص 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 رح رح يا الله جبتك. اسمع انا نصف بثي جولات ونصف الثاني سوالف، والله انت بث الجولات يعني انت مسوي انك راعي سوالف. يلا اوكي الله يحفظك. الاخت السلام عليكم. الاخت ضعيف هذا يعني لا يخلعك. ما تعبان وتعبان. ندخل جولة. بسم الله علينا بالرحمن الرحيم. ما احنا بعدين ربع من حكم. حكم اوكي. حكم حكم. كم لسه البرنامج؟ سنة وشيء. سنة وشوي يعني. سنة وينش فيه؟ وينش فيه من الساحة؟ وين يا سلطان الهاجري؟ وينك فيه يعني ما شفناك؟ ما تدري انت تشبه له؟ اشبه منه؟ دقيقة، من تشبه له يا ربي؟ لا ما خليت حد ما شبهتوني فيه. ما ادري مع حد ولا حد. ايه 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 عرفتها عرفتها. الا هي لا الا الا اللي جبه لنا بلا عنوان وبلا يا بعد عين يا بعد عين يضرب على الدبل. هذا لا مستحيل اذا هذا مستواك. قول احبو. شكرا 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 شكرا. سارة الحمد لله الحمد لله. استانسين أنا وكم أنت. الحمد لله ما في اليوم حضار، كلش تمام عندنا. الحمد لله. وناسة وناسة خلصنا الدراسة
خلصنا الدراسة وناسة وناسة. أبي شاهي. دقيقة. حي والله عينك. دقيقة، هذه أغنية أهديها، أهديها. شكرا. هذه هديها، دقيقة، هذه أغنية أهديها. شكرا أخوي سارة، بيض الله وجهك. شكرا أخوي منصور، شكرا لفضلي سارة. ترى ما رجعت الحياة. دقيقة، شكرا شكرا. الحكم طبعا شكرا لسارة، طيب الله وجهك. والله شكرا للجميع، وافي منصور اخوي يجعل والدك في الجنة. طبعا سارة تقول رصاصنا ما يرجع علينا، هي طبعا من الامارات. ديتها يا أخي، عرفت من غلا ودعمت من محبة، وتقول ما في حكم، بس أنا ودي أقول يقول أنت تغنين، فيا ليت الناس تغنين. خيبة. إذا ممكن يعني، إذا أنت عندك يعني. ما أدري والله. كيف ما أدري؟ من اللي يدري؟ من اللي يدري؟ أنا اللي أدري ولا أنت؟ مو معقول ها؟ من اللي يدري؟ طيب قولي. أنا اللي أدري؟ مو معقول يا الأخت الكريمة. مو معقول. من اللي يدري؟ ما أدري يعني، كيف أقول لها من تقول خيبة؟ ما أدري. يلا. سمعينا صوتك، خذي نفس عميق، سمي بالرحمن الرحيم. أنا أدري أنك مستحية، وأدري أنك يعني في المجال هذا أنك تستحي، بس ترى طبيعي جدا. تفضلي. بس معليش قبل ما تتغنين، بس ودي اجيب الكرسي حق الفخم. ليبه سمى. ايه مالك. شكرا يا سلمان. جماعه شو غنيله، ما غنيله. أغني لميحة.
تفضلي. تمام. اوكي. وش ذا ال... ايوه. ثواني. سمي. هذا كرسي شو؟ كرسي اعتراف، كرسي جيني هدية. ليش جبته يعني؟ لا يعني أنا إذا جلست أحب أسمع دائما هوايات، أحب أسمع وأنا على كرسي لأني أودي أظهري وعندي أحس إنه بيجيني ديناصور وما أدري شو اسمه، لأنه يعني أظهري يعني بدي ينحني شوي، ولكن أنا بتكت ساعات أتعب شوي، ما عادنا بوله صغار كإحنا كبار. فالعلم أنا ما قال واحد صرت أمشي وأنا محاني ظهري دفع البلا. شو اسمه؟ حسيت إني في أرب آيدل. أقول غني بس سمعي. شو تباني أغني لك يا سعود؟ غني أي شيء يعني، وش اللي أنت يعني مثلا أنت تعرفين له، أو أنت مثلا الشيء اللي أنت تحس إنك يعني فيك موهبة كثير فيه. أنه صعبة لو مثلا أنا أقول، لو أنا أقول مثلا يعني ركزي علي، أنا الحين عندي موهبة ترى، أنا أغني حلو، أغني كثير وأسمع أغاني كثير، ولكن أنا مستمع. إذا عندك شيء منيح تفضلي. غير الحمامي لمع مامي. قول قول. غير الحمامي عند ميلاد دلاج. يلا تفضلي. بس بطل وحش. لا الله لا تذكرني بحبك يا غناتي، لا تذكرني بماضيك الجميل، فصدى ذكراك بقزر حياتي، واستحيل أحب غيرك مستحيل، انت عمري وانت اغلى ذكرياتي، وانت في قلبي ولا غيرك خليل، انت عين اللي بها شفت البهاتي، وانت اللي في مقلة عيوني نزيل. سلامتكم سارة. سارة سارة شكرا. اوكي ترابل شكرا. انا ما جبت سماعة، ما بديش معك سماعة، مستحيل احط سماعة والله ينطر سمعي. شكرا. زين غني لنا يا سعود، قولون ان صوتك حلو. انا اغني، انا فنان قديم. ايوه غني. اغني لكم. اوكي. ابوي عادي مسخه. غني غني عادي. شكرا سارة ترابل. والله اغني لكم، والله نعطيكم الخاطري، يعطيكم العافيه. أخوكم سعود القحطاني، عمره 31 سنة. بكي من ألم، يا خطايا اللي توافق مع خطاك، لا سلم حبك ولا حبي سلم. صفقة صفقة صفقة. بكي من ألم، يا خطايا اللي دنق مع خطاك، لا سلم حبك ولا حبي سلم. تنزيل انت عز الناس
بدها الحب يأتي من عدم كل ما مروا علي هذا وذاك كلهم لا شيء وانت اللي أهم انت عز الناس بعد ان الحب يأتي من ألم كل ما مروا علي هذا ذاك كلهم لا شيء وانت اللي أهم صفقة صفقة شكرا بس اني انا في الوزنه اللي قبل هذه هجت شوي لكن راح اعوضكم لازم احفظ مره ثانيه ليش ما غنت لنا حدي نظر لا عاد حدي نظر مره مو معقول طبعا لا لا غاني والفن ترى يبي له جدا يبي له واحد فاهم في الفن ولا تحسبين انت الوضع انه يكون انه يعني ان الواحد أحدنا بس يدخل فننا بس يلا بس لا 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 يا حبيبي لازم بعضهم صوته يجيك زين بس ما عنده إحساس أهم الحين أنا صوتي ترى مو زين بس عندي إحساس عرفتي كيف في الإحساس هذا مرة مرة ترى مهم في الفن يعني الواحد يغني بإحساس يغني بطريقة يعني بإحساس يطلع أداء مرة يكون يعني يضف وجهه شوي صحيح شكلك ما تفهمين على كلامي المهم سامح نفسي عشان سارة المهم على العموم نورتي هذا البرنامج وراح يعني الله يعيننا يعني الله يا ربي يوفقك ان شاء الله وراح ان شاء الله تتفوقين بس انا بسالك انت كم عمرك انت 24 شو يلا اتزل الى امزح العموم يعني دخل لا قاعد أسأل يعني أنت ساكنة في العين نفس العين إيه. الحين أنا سألت ناس في الإمارات قلت يجي عندكم مطر يقول لا يجي عندنا مطر شوي مو معقول ليه ما يجيكم ماي ما يجيكم ماي ماي بس الشتاء يعني فترة بس الحين. أكثر اللي ساكن في العين الحباب والعجمان في وايد وايد الحباب هي لا وايد ما في حباب في قحاطين والهواجر في هواجر في بني كعب في بني كتب سبعين نعم وسبعين نعم على العموم نستأذنك وإن شاء الله بث ممتع إن شاء الله استأنسنا ياك يا سعود يا بعد شرفت فيك أخوي يا الله يا هلا يا هلا يا هلا